بلاد الخير هو برنامج تلفزيوني ذو طابع تضامني خيري يرافقكم طيلة شهر رمضان الكريم حتى يكون مرآة عاكسة للنفوس الطيبة التي تمسح دمعة يتيم وتساعد المحتاج وتدخل البسمة على القلوب المحرومة. وننوه أن بثنا لمعاناة العائلات ليس من باب التشهير، ولكن غرضنا أسمى من ذلك، وهو نشر صور التضامن والتكافل وإبراز الروح الإيجابية والتكاتف الذي يتميز به مجتمعنا الجزائري في بلاد الخير. أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك. تحضيرات كبيرة تقوم بها كل عائلات في هذه الفترة، واللي أولها شراء ملابس العيد وتحضير الحلويات لكلها مظاهر تصنع فرحة هذا اليوم. لكن الأمر صعيب أنه تلقى نفسك عاجز وغير قادر باش تعيش هذه الأجواء، خاصة إذا تعلق الأمر بأرملة وتحت مسؤوليتها 5 يتامى، وهي حالة الأخت منال، أرملة وأم ل5 يتامى، اللي تعرف عليها فريق برنامج بلاد الخير عن طريق جمعية قوافل الخير. منال اللي توفى زوجها منذ 7 أشهر وتركها أمام مسؤولية كبيرة، وهي تربية 5 يتامى، خاصة أن تركها بدون أي مدخول، ولولا مساعدة بعض الجمعيات والمحسنين لكانت حالتهم أسوأ. السلام عليكم مدام، صحة رمضانك، كل عام وانت بخير إن شاء الله. احنا فريق برنامج بلاد الخير، الله يسلم. البرنامج تاعنا هذا تضامني إنساني، نحاول كيفاش نبينوا صور التضامن بين الشعب الجزائري اللي ماشي غريب عليه هذه الصفات. الحمد لله احنا سمعنا بالقصة تاعك عن طريق قوافل الخير، المكتب تاعها في بيتوتا، الفرع تاعها، لكن حبينا نسمعوا أكثر القصة تاعك. احنا الشيء اللي نعرفه أنه عندك 5 يتامى، توفى الزوج تاعك، لكن حابين نعرف الوضعية تاعك، يعني بعد وفاة الزوج تاعك، قبل وفاة الزوج تاعك، أنا في شهر رمضان كيفاش راك ديري مع المصاريف تاع الأطفال هذو؟ السلام عليكم، أنا أرملة، عندي 5 أيتام. كي كان عايش زوج تاعي كنا عايشين حالة يعني قيس حالة زواولة كما يقولوها، مرة كاين مرة ما كاش. النهار اللي توفى زوجي خلاني 4 دراري والخامس في كرشي. شهرين من بعد وضعت الحمل، ما نقدرش نحكي لك، ما تقدرش تصور كيفاش جزت عليا هذيك المرحلة. في الحقيقة قد ما نحكي لك ما نقدرش نوصل لكم الميساج. صح عشنا ايامات شوية صعب بزاف، ماشي شوية، بزاف صعب بزاف، سورتو كي زاد عندي وليدي، مع على بالك مع المصاريف تاع الحليب ليك وش على بالك، وكل ما يكبروا دراري المسؤولية تاعهم زيد تكبر شوية. ومن بعد الحمد لله لقيت جواب جمعية قوافل الخير، عاونوني وقفوا معايا ومشاو معايا في هذا المسار. الأخت منال، أنت زوج ديالك عنده 1.5 من اللي توفى؟ عنده 1.7 شهر. 1.7 شهر، يعني ما خلالك حتى مدخول لهذا الأيتام؟ أنا زوج تاعي ما كانش خدام، كانت عنده شغل طنوبيل صغيرة هكذا كان يخدم بها كورسات، من ذاك كاين ومن ذاك ما كاش، ما خلاني لا مدخول لا شهريا لا لاسيرونس. تقدري تصوري كيفاش واحد يعيش بلا شهريه. منال اللي فتحت قلبها لبرنامج بلاد الخير وحكات بمراره كبيره عن المها، خاصه انه عيد الفطر المبارك على الابواب، ولقات نفسها عاجزه باش تفرح اطفالها. بالنسبه للمصاريف تاع رمضان جازوا عليا ايامات صعب بزاف، تاع ما كاش كاع ما كاش، تاع ريحة الطيب عند الجيران كاينه وعندنا ما كاش. انت ما تخدميش؟ ما نخدمش انايا، انا ما نخدمش وما عندي حتى مدخول، ما عندي حتى مدخول اللي نعاون به روحي. والحمد لله مع جمعية قوافل الخير يعني ولادي بداو يذوقوا في بنة تاع رمضان، ذاقوها وشموا ريحة رمضان في الدار وفطروا كيما الناس، والحمد لله وكاين الناس الخير الحمد لله يا ربي، عاونونا ورفدونا ودققوا علينا، فتحوا علينا البيبان الحمد لله، فرحوا لي ولادي ربي يفرحهم ان شاء الله. يعني من غير جمعيه الخير ما جمعيه قوافل الخير ما كاش عندي جمعيه قوافل الخير وحباب ربي. وحنا رانا في يعني في الايام الاخيره تاع الشهر رمضان، يعني كيفاش خممتي على حوايج العيد الدراري كيفاش؟
ما كذبش عليك اختي، هذيك راني كل يوم والله ماني نرقد، ام ولادي يجي يقولوا لي يا ماما فلانه كسات ولادها، يا ماما جيراني يقولوا لي البنات تكسينا وشرينا ودرنا، ما نقدرش نبين لهم باللي راني، بصح نصبرهم نقول لهم يا ولادي مازال الحال، بالك ربي يفرج، بالك يفتح ربي، وتتكساو كيما الناس وتخرجوا تلعبوا برا. يعني دوك تخمامك كامل نقولوا شهر رمضان راكي فوتيه باللي كاين. باللي كان فوتنا الحمد لله. دوك راكي تخمي على العيد. ما نخمم على العيد. وماشي حاجة سهلة، خمسة من خمسة. على خمسة ماشي حاجة سهلة. وحاجة الأخرانية كاع حوايج العيد تاع طفل واحد راهي 500,000 600,000 والرخيصة كاع 400,000. من غير ما تدخل يا اختي. ونفترضوا ما كاش حوايج تاع العيد، كيفاش راح تكون نهار العيد؟ كيفاش راح تخزن في وجه ولادك؟ ما نكتبش عليك، انا جيت دوكا ملحمي تشوك عليهم ولا صعيبه بزاف. يعني لو كان باباهم عايش كان قادر يدبر حاله؟ لو كان باباهم حي نقدر نقول لك بلي ما يشوش حوايج غاليين غير بصح يتكساو. يدبروا حالنا ويتكساو. تشوفي انه بعد وفاة الزوج تاعك خليك خوفه بلا يدين؟ خلاني خوفه بلا يدين. احنا في الاول كنا شويه وزدنا كملنا. تشوفي أن المسؤولية ثقيلة على المرأة وحدها؟ بزاف بزاف، المرأة وحدها ما تقدرش، سورتو كي ما يكونش عندها مدخول. نفترضوا لو كان ما كانش ناس الخير في البلاد. أنا ميتين. الحمد لله، كي كاين ناس الخير ما زالت الدنيا بخير. يكثر خيرهم وربي يقوي الخير إن شاء الله. يعني واش راك متمنية دركا؟ أمنيتي، أنا دركا اللي متمنية ولادي يتكساو ويفرحوا كيما دراري. هذه هي أمنيتي يا ربي إن شاء الله. يعني ما كنتش تحوس على الحلوة تاع العيد ولا ما هي ولادك؟ علاش نحوس على حلوة العيد؟ يفوت كي باللي كان. راني نحوس على ولادي يتكساو ويفرحوا مع الدراري كيما هما كيما دراري. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. انت قلتي كلمة يعني في صواب والحمد لله، انا في بلاد الخير. الحمد لله انا بلاد. والخير مازال في الأمة تاع محمد إلى يوم القيامة. ممكن صح انت من حقك انك تقلقي وتخمي على العيد كما يخموا كل العائلات حتى الناس اللي عندهم، وتخمم بالك الناس اللي عندهم تخمم انه ما تلقاش حاجه شابه ما تلقاش، وانت ما كنتش تحوس على هذا الشيء. مانيش نحوس على انت، المهم ولادك يتكساو. انا حابه ولادي يتكساو ويفرحوا كيما دراري. وشنو هو الشيء اللي بكاك دوكا؟ وعلى بزاف خويا، تخزر في ولادك، صافي ولادك يسحقوا ياكلوا ويسحقوا يلبسوا، واعره بزاف وحدك ما تقدر دير والو. الحمد لله يا ربي كاين ناس الخير، الحمد لله مانيش نخمم، خلاص على بالي بلي كاين ناس الخير، على بالي بلي الناس ما تخليناش، على بالي بلي واحد يكون يدير الخير ما يقدرش يشوف ليه تماهكم وما يخزرش فيهم. انت يا رشا واش كي حابه الامنيه ديالك؟ كل يوم شويه تاعها واش كي حابه؟ مع صحاباتك نهار العيد وتخرجوا تلعبوا. يا صحاباتك شنو حوايج العيد؟ قالوا لي انا شرينا حوايج العيد لا شريتو نتوما. يقولوا حنا تما. وانتم شغلتي لهم؟ قلت لهم مازلنا ما شريناش. مازال ما كيدير في بالك بلي تشوف حوايج تاع العيد. ميحال واش كي حابه؟ عيد العيد. كي حابه تعيدك؟ ما عندكش حوايج العيد؟ قالوا لي عندك. عنديش. فريق البرنامج وبعد سماع القصة هذا الأرملة اللي أثرت فينا بشكل كبير قرر أنه يساهم ولو بالقليل حتى يدخل الفرحة على قلوب هذا اليتامى ويمسح دمعتهم، خصوصا أنه أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، وهو الشيء اللي خلانا نتصلوا صاحب المركز التجاري لو غران توب شوب لمجرد سماع القصة هذا اليتامى حتى قبل مباشرة. تنقلنا رفقة هذه العائلة إلى المركز التجاري لو غران توب شوب حتى نخليوهم يعيشوا أجواء التحضيرات لعيد الفطر المبارك كباقي الأطفال. للمركز التجاري وين لاحظنا ملامح الفرحة على وجه هاد العائلة، وقررنا أن مهمتنا تبدأ بالطفل الأصغر.
دوك ان شاء الله اشوفه اول حاجه نبداو بالطفيل ياك. هو راهو الامين لازم نبداو به، هو لازم ان شاء الله يا ربي. واش تقترحي مدام؟ في عمره هو عامين ياك، بصراحه كتشوف الله يبارك. ها وجيب روحو. ايوه واش حبيت تقترحي عليه انت؟ يا هكذا يا ولا في هذا الموديل تاع هذا الوقت هذه كامله سلعه جديده، ما كاش حاجه ثانيه. هذاك شباب هذاك شباب تبدا روح شوفي ديك رامنا دقيقه برك شوفي هذا شوف في 4 سنين هذا انصوم فيه بونتاكور و شوميزي من تحته هذا 2 ans نشوف لك في 4 ans. واش رايك مدام؟ الله يبارك شباب الله يبارك ما شاء الله الصحة والخدمة ما شاء الله. محمد محا شوف عجبك هذا شباب شوف هذا شوف قالك قول لماما قالك ماما هي على بالها الخينا 4 سنين مدام كبير 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 هذا يجي هذا يجي ايه وقفي بك تشوفي هاك تشوفي اسمع لا لا شوف منا خير والحمد لله. محمد خلاص ها محمد عليه سنة كسيناه قد نهال اي والله والله نهال الروح نهال اي شوفوا هذه اوروب مدام الموديل هنايا عم كاينين الموديل شابين حبسوا شوفوا هنايا نشوفوا واش كاين شوفي مدام بين رشا ونهال خلاص تلبسوا كيف كيف ها دوك نشوفوا كاين مدام بالك تنجم مدام شوفي برك واش ان شاء الله برك نلقاو يعني يكونوا كاين القس ان شاء الله يا رب زيد نمشيو شويه نشوفوا بالك نلقاو حاجه ما خير شابين هذه الطريقة الله يبارك ان شاء الله يا رب عجبتك نيهان وشنو ما عجبتكش عجبتني اكي فرحانه نيهان شحال كي فرحانه وريني شحال بيدك شحال كي فرحانه 10 دوك بقات لنا رشا رشا نجيب لك وحده هكذا عجبتك هاي تعال رشا بس نشوف الله يبارك الله يبارك الله يبارك هكا تقولي صحابك اللي شريتي حوايج ياك صحتك تدخلي صحاباتك باش تحوايج تاع العيد واش تدخلي لهم زعما دوكا اللهم انا شريت حوايج العيد الحمد لله يا ربي عجبوك ياك مادام عندهم الشابو تاعهم ما فيهاش هذه راح ديروا الشابو تاع العيد نعم تفضل قلت لكم زيدوا لهم شابوات و صحتكم درك الحمد لله سينا رشا ونهال محمد بقى ذكرى دوك نشوفوا ثاني ذكرى واش كاين عجبوكم الحوايج عجبونا احنا
احنا نشكركم مدام على هذا الشيء اللي درتوه، لانه كفالة الايتام وفي هذا الشغل الكريم راهي نعمه كبيره، والله تعالى وفقكم انتم كل عاملين على المركز التجاري لغون توب شوب. ربي يبارك لكم ان شاء الله في مالكم، وصافي بليزير مدام انه نشوفوا الفرحه تاع الايتام سوى الدنيا وما فيها. راكي فرحانه مدام؟ انا ما كنتش نتصور فيها كاع هكا، ما سنيتهاش والله ما سنيتها، الحمد لله كثر خير كنتي كنتي في الكواليس تاع تصوير البرنامج، قلت لنا باللي والله منحوس على حلاوه العيد، منحوس واش نحوس بلادي يفرحوا مع دراري نكساو هذا ما كان، والحمد لله الحمد لله يا ربي كما فرحتهم ربي يفرحكم ان شاء الله. الحمد لله هذا رزقهم مكتوب ومازال ان شاء الله. ايا ذكرى دوك دلتك دوك انت تخيري بقيتي غير انتيا. شوفي خيري وقولي لنا واش عجبك. بون هادو كبار عليك هادو كبار. شوفي معاها مدام يا بيان سور غال عجبتك هادي؟ كاين فيها لي تاي؟ فيها لي تاي هادي لا كولور مات بيرفكت سومو. عجبتني بزاف شابة شابة نشوفو لها بونتالون ياك من عملي هاهم لي بونتالون هاهم هي بيسك فيها فوالا البلو دون كنت نسناو بلي ولادي راح يفرحوا ويعيدوا كيما البنات كامل. الحمد لله الحمد لله مازال كيما دراري يعطيهم الصحه لي جون تاعهم كل يجيهم ان شاء الله يسلم. ومازال الخير في البلاد يسلمك يسلمك. احنا نقولوا لها حاجه، هي قد انا ما نحتاج حلوه العيد، نحتاج غير الحوايج، وواحد اللي يدير الخير لازم يكملوا. احنا الدراري هادو ما كيلبسوا حوايج شابين كيما هادو، ما يلقاوش القاطو في الدار ما درنا والو. ما درنا والو، كي نجيو للدار باش نشربوا قهوه يما، ما نشربوش قهوه عندك. خلاص باذن الله ما نروحوا دركا نشوف لك حاجه خفيفه باش دير لهم حلويات نهار العيد ياك بلا مزيتنا هذا خير الله تعالى. يلا نروح. كبيرة غمرتنا أنه قدرنا بفضل المحسنين ندخلوا القليل من الفرحة على وجوه هذا البراءة اللي ذاقوا مرارة اليتم في سن صغيرة جدا. احنا نشكركم جزيل الشكر على هذه المبادرة الكريمة من طرفكم ومن طرف كل القائمين على مركز تجاري توب شوب. اليوم فرحتوا هذو الأيتام، مشيتوا معنا في برنامج بلاد الخير، وإحنا إن شاء الله ربي يكتب لكم الأجر ويزيدكم إن شاء الله في مالكم وخيركم ويكتب لكم أجر كفالة الأيتام. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر قناة البلاد ونشكر حصة بلاد الخير على هذه المبادرة الحسنة للتكفل والسعي في سبيل الله في لمساعدة هذه الفئة وهي فئة الأيتام، وهي مبادرة جد حسنة، ونحن بدورنا كمؤسسة نسير في خطاكم ونساعد هذه الفئة على قدر المستطاع. والحمد لله اليوم ربي وفقنا باش إن شاء الله نكونوا فرحنا هذه العائلة هذه، والحمد لله رب العالمين، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، صدقني أنه حلقات هذا البرنامج وكواليس تصوير هذه الحلقة أنه الأم تاعهم قالت لك باللي عندي 5 من 5 واش راح نشري واحد ونخلي الواحد وراهم اصلا دراهم باش نشري لهم. قالت لك يغيظوني الدراري كي يخرجوا برا يحكموهم ولاد الجيران يقول لهم حنا شرينا انتم اذا شريتوا حوايج تاع العيد.
قالت لي والله راني نخمم على بالي ما حاش يعيدوا ونغلق بابي. وحنا نقولوا انه مادام كاين الخير في البلاد الجزائر نقولوا لها ابنائك هما ابنائنا الحمد لله. ورانا في تكافل اجتماعي وما نخليو حتى واحد ان شاء الله. وكما نحب اولادنا يفرحوا ليله العيد حنا كاع اطفال الجزائر وعائله الجزائر ان شاء الله بربي يكونوا كاع فرحانين وكل عام وانتم بخير وصحه عيدكم ان شاء الله. امين يا رب. وانت مادام قولي لنا كلمه. كتر خيركم كتر خير قامت البلاد وبلاد الخير برنامج بلاد الخير وكتر خير المؤسسه التجاريه تاع توب شوب يعطيهم الصحه فرحوا لي ولادي ربي يفرحهم ان شاء الله ربي يقوي عليكم الخير ان شاء الله وربي يجازيكم بالخير ان شاء الله ربي يطلعكم درجات ان شاء الله يا ربي وصحه لكم صحه عيدكم. مدام حنا باسم فريق البرنامج بلاد الخير نقول لك صحه عيدك كل عام وانت بخير ان شاء الله. صحه عيدكم وكثر خيركم كل عام وانتم بخير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. مدام كاين الناس الخير مازالت بلادنا بخير. وحنا نقولوا حاجه للناس اللي تشوف فينا الناس المحتاجه اليتامى الارامل مازال كاين الخير في الجزائر وفي بلاد الخير ان شاء الله ودائما نتلاقاو بكم في الخير ان شاء الله. وفي الاخير وبعد ما توفقنا بمساعده المحسنين باش نفرحوا هذا البراءة قناة البلاد وفريق برنامج بلاد الخير يتمنى لكم عيد فطر مبارك وكل عام وانتم بخير.